السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حمزي وجواد سيد وعلي حمزي. جينا لكم بالمقطع اللي كنا واعدينكم فيه، والأندوم الحار يا محمد لك الحب. طيب أكيد الخسران مثل ما قلنا أنه يا حبيبي أنه بياكل ثلاث ملعات كاتشب لابيارو. يعني يا رب كنش الخسران. يلا 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 خلينا نبلش الفيديو. يلا نظبط الكاميرا. طيب شو عم تعمل انت؟ بدك تظبط عم عندهم يولع وجوهنا. نبلش؟ انا بلش. واحد اثنين ثلاثة. كمل. طبعا شروط التحدي اللي بيشرب مي اول شيء بيخسر. هي وطي صوتك، فيك تقول احبس على الواطي. كلهم شايفين شو عاملين. ومسحر. ماي جاد. قلبناها انجليزي فصيح. لا ممنوع ممنوع. هي لا ما في ما في. بقول ليش خلصتوا دغري؟ شو؟ بس انت وياه خيي. ما تبزقوش حاولوا تبزقوش على الصحون بعض الصحونكم. خلص. بس انت بدك تبين. خسر شباب، خسر شباب. خسرت. اشرب ماي. خسرت. خسر انا وعلي الرفعين. يلا. من نصيبك. بس. ثلاث. معاك. بين انا وياه بين اياه. ماي جاد. ما ترجع عيال. يعني هلا العقاب بيتنفذ علي؟ لا والله على مين؟ يلا هلا. يلا بلا. بنات. بس انتي. الحمد لله كل حد يرش. ما بتصب الله علي عياء. مش هلا مش هلا، بعد شوي برا خلينا هلا. ما شو عشان صورك انتوا عم تاكلون. لا مش رح صورك هلا. مش هلا اعملها، بعد شوي. كمل. كمل شي طبيعي. شو بدي كمل؟ هول. لا كمل، بس ما تشرب ماي ما بيأثر، بس كمل. لك مات. بس انا خسران؟ انت خسران. هلا اذا بيخسر هذا شو بصير؟ انت وياه بتشرب هذا بس بيشرب ملح. عمي ثلاث ملاعق انت. خلاص. الحر. انتوا حاطين الحر. اديني محرمي. كاتشب الحر؟ ما رحنا فيها. تخيلوا الاندومي الكورية. مشحر. احنا من هاي واحد اول حطينا اثنين. انتوا شفتوه ما اكثرنا اثنين بلا زون مع كل الحراق. ايام لايك لايك وخسر. شو بك انتوا؟ اللي خسر بعده عم ياكل. احنا علمنا يا صاحبتها شكل ما رح ندخل المستشفى. روح يا استسلم بس. مستحيل استسلم. ممنوع. لازم تاكل. انا عارفين فقط عم بشرب ماء عم بتزيد. خلاص بس تستسلم. عندي مستحيل تستسلم. اذا ما حدا استسلم خلص بتاكلها بس انت لحالك. بك لحسنا لها الصحن. لك انا انت عندك زوم نيال خيي. احنا لازم ولا شحار. حطوا طاولتهم.
طاولات طاولاتكم بصير وقعت عبدالي في حطك بالبلوعة في حطك بالبداه نحن وهم مش عارفين نخلصهم نسيت انت خلي ماي اللي مسحها شوف شوفك ماي او اذا يا شوفنا نحن انتوا انتوا من وقف في التحدي اذا شربنا ماي خلاص خلص التحدي انسى لا خلص التحدي مش انت اللي رح تاكلها لك مش انت ما توقفوا انا حقوله انت اللي رح تاكلها ليه هلا احنا لحالنا ولا شيء هلا هلا انا هكمل انا كمان هناكل طيبين ماي ما وقع لا قال هذا شو ماي اوزه خلاص بس وقف مش فيه استسلمت؟ لا لا خلاص وقفنا نحن مش وقف شكون استسلم احنا رجعكم بس بدي ياكل الملح يلا باي ورجعنا لكم يلا هي بس رايح يا عبي يلا رح نرجعكم ثاني بس رجعنا لكم كاتشب شو هذا عم ياكل الكاتشب ايش شعورك متت ولا بعد متت ولا بعد متت ولا بعد متت خلاص وقف وقف خلاص يا حسين هلا بنجي يعني شعور بيقرف انه عم تاكل كاتشب يمنع خلاص بس بس نام وقف التحدي خلص التحدي لا مبروك على جواد اللي خسر انه من اول معلقه خسر يعني مبروك رح يستفرغ رح يستفرغ خلاص خلاص حط الباقيين على جنب لا هذا حكم يا محمد اكل اثنين بعد في ملعب يلا كده خلصنا احنا وكان معانا هذا المقطع الحلو اللي من عينا عداش ناطرين انه يوصل وما تنسوا الاشتراك واللايك خليكم متابعين علي حمزي وجواد سيد وامل شكاي فلوجز ما تنسوا تضلكم متابعين او تعطوا لايك واشتراك سلام عليكم.